أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد وشواهد، وضيفي وضيفكم في هذا المشوار الكاتب والباحث السياسي المعروف الأستاذ وليد الزبيدي. في الحلقة الماضية توقفنا عند الحديث عن مؤتمر المصالحة، ما كان يعرف بمؤتمر المصالحة في الجامعة العربية. قبل ذلك كان الأستاذ وليد يحدثنا عن لقاء مع زوجة نائب السفير الأمريكي في بغداد، التقاها في عمان أنس بيكارد، وماذا جرى من حديث وكيف كانت الأمور تسير باتجاه دعوة الأستاذ وليد الزبيدي للقاء بيترايوس، ديفيد بيترايوس قائد القوات الأمريكية الذي صار فيما بعد مديرا للCIA المخابرات الأمريكية، لكنه رفض ذلك اللقاء. المهم في القضية اليوم نستكمل حديثنا عن ما كان يعرف بمؤتمر المصالحة العراقية الذي جرى في القاهرة. الأستاذ وليد كان أحد الشخصيات التي حضرت هذا المؤتمر، كيف يرى المؤتمر، ما هي القوى التي شاركت فيه، ما هي الغايات منه، لماذا هذا المؤتمر؟ دعوني أستقبل ضيفي وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ وليد. مرحبا من جديد في حلقة جديدة من برنامج شاهد وشواهد. في الحلقة الماضية توقفنا عند مؤتمر القاهرة، بدايات مؤتمر القاهرة كنت تحدثني، وكان الوقت قد قطع علينا هذا الحديث، وقت الحلقة قد انتهى، واليوم نستكمل هذا الحديث. بداية، لماذا، بالعودة ربما مرة أخرى للتذكير، لماذا تم التفكير بعقد هذا المؤتمر للمصالحة العراقية؟ من وراء هذا المؤتمر ولماذا عقد، ومن هي الأطراف التي دعيت إليه؟ نعم، الأمريكان في البداية كانوا مصرين على أنه يسيرون بمشروع أحادي. نعم، أمريكا ومن يعمل معها من القوى والأحزاب والشخصيات، حتى الأمم المتحدة كانت قد استثنتها وبعدتها في الفترة الأولى. نعم، كل الأطراف. نعم، ولكن بعد أن كانت الخسائر كبيرة بالقوات الأمريكية، ومنها الخسائر الاقتصادية التي سنأتي لاحقا على ذكرها، بدأت تحاول أن تجد حلول. فكما قلنا كان نهاية 2004 صعبة، عام 2005 عام قاسي على القوات الأمريكية في الميدان، أنا أتحدث. نعم، يعني الخسائر العسكرية في الميدان كانت قاسية فعلا. وحتى طبعا قبل ذلك الرئيس بوش الابن منع تسليط وسائل الإعلام على الجثامين التي تنقل إلى الولايات المتحدة من العراق، يعني من القتلى، وهذا يعني بأن كانت الخسائر كبيرة. وزراء الدفاع الذين تعاقبوا اعترفوا لاحقا بأنه كانوا يوميا يجلسون في مكاتبهم ويوقعون الكثير من الرسائل إلى عوائل القتلى. وبالتأكيد يعني هذا على الصعيد الأمريكي ووزارة الدفاع والإعلام. نحن في الداخل في العراق يعني كنا كما تعرف حضرتك كنا نتابع المناطق التي تفجر فيها الهامرات والقواعد التي تقصف. نعم، وكانت كثيرة فعلا. فيبدو أن الإدارة الأمريكية اقتنعوا بمرحلة أخرى، وهذه المرحلة هي محاولة جذب الأطراف المعارضة وإدخالها في العملية السياسية. يعني هل كنا يعني كباحث وكراصد للساحة العراقية في ذلك الوقت قبل خروجك من العراق، سنتحدث عن هذا الموضوع، هل كنتم تلاحظون داخل المدن وبالذات داخل بغداد قلة حركة الآليات الأمريكية، حركة الجنود الأمريكان قد بدأت تقل جدا، خوفا من المواجهات، خوفا من التفجيرات، خوفا من هذا الموضوع؟ أنا قرأت يعني وكثير أفلام شاهدناها أن الجنود كانوا يبكون عندما يكلفون بواجبات داخل بغداد، بدأوا الجنود الأمريكان يبكون من هذه القضية، ويدعون بعضهم لأنه ذاهب ولا يعرف هل سيعود مع حلول الليل أم لا يعود. نعم، حقيقة الحركة لم تقل. نعم، في تلك الفترة، لأنه يعني هناك في العراق 505 قاعدة ومعسكر ومركز للقوات الأمريكية. 505. نعم، وطبعا في كل واحد كان سجن عندهم معتقل حسب حجمه، وهذا ليس موضوعنا. فكان هناك حركة دائمة، هناك نشاطات المقاومة تقتضي خروج دوريات،
هناك وشايات على مقاومين دوريات لاعتقالهم، هناك الدعم اللوجستي والطعام، فيحتاجون إلى حركة واسعة. هذه الحركة استثمرتها المقاومة في المزيد من الهجمات. نعم. فكانت حقيقة كان عام 2005 قاسي على الأمريكان. فيبدو كما قلت توصلوا إلى قناعة أنه المعارضة والقوى المناهضة أكيد لها علاقة بالمقاومة، في حال دخلت بالعملية السياسية ألغي الجانب العسكري. فمن هنا جاءت واضح فكرة أو مشروع مؤتمر القاهرة. نعم. اعتقد البعض بأنه مشروع مصالحة، اعتقد البعض بأنه مشروع أمريكي، وكانت رؤى مختلفة. فعندما بدأ الحديث عن المؤتمر اتصل بي الشيخ حارث رحمه الله وأعلمني بأن سيأتي وفد من الجامعة العربية. متى كان ذلك؟ ذاك في قبل يعني لا أتذكر الشهر، ولكن كان رمضان في عام 2005. نعم، في نهاية عام 2005. يعني في نهاية صيف عام 2005. نعم. يعني قبل المؤتمر أظن في شهرين أو. نعم. وراد نلتقي يعني أنا والشيخ الضاري، كنا يعني نتحاور حول التطورات السياسية والقراءات المستقبلية، وكان في الهيئة كما أخبرني هناك رأيين، رأي مع المشاركة ورأي ضد المشاركة، والرأي الأغلب كان ضد المشاركة. نعم. ف يعني هذا رأي الهيئة، ولكن أنا مع الانفتاح، يعني مع أنه تنفتح الهيئة وتبقى على ثوابت، يعني لا تتنازل ولا تنغلق. سألني فوائد هذا الانفتاح، قلت له فوائد كثيرة. أولا أنت بدلا جالس هنا تكون مؤتمر الهيئة وتعلن ثوابتها، تعيد التثقيف على ثوابت المشروع الوطني، وتعطي رسالة للعالم بأن هناك قوى ثابتة ولم تتأثر بالاحتلال ولن تساهر مشروع. الأمر الثالث المهم أنه تكون هناك مطالب أمام العالم، مطالب معقولة ومشروعة لا أحد يستطيع أن يعترض عليها، والقوى الوطنية في كل مكان يحصل احتلال دائما هي على حق، شرط أن تكون عقلانية. نعم. وطرحها موضوعي. فاتفقنا على أنه الهيئة تشارك، وطلب مني أنه ممكن أشارك أنا، لأن أنا أشارك بصف يعني كوني مستقل، يعني قال طبعا بهالشكل هذا. فمن أجا أحمد بن حلي رحمه الله أيضا توفى، فكان اجتماع في مقر الهيئة في جامع أم القرى مساء، فكان وفد مع أحمد بن حلي من ضمنهم الأستاذ علي الجاروش في الجامعة، كان نائبا للأمين العام الجامعة العربية أحمد بن حلي، وسفير من اليمن، كان سفير جامعة في لندن أعتقد أيضا في وقتها. المهم فجلس، وكان موجود الشيخ جواد الخالصي أيضا وأعضاء من الهيئة، فتحدثوا، كان على المقدمة أحمد بن حلي وشيخ حارث، تحدثوا الأطراف. طلب مني الشيخ حارث، قال رأيك في الحقيقة، قلت له والله يا أستاذ أحمد يعني أنا أعتقد المؤتمر ما راح يسوي شيء. قال لي ليش ما يعني، قلت له أنا عندي رأي، إذا تريدون ينجح المؤتمر، لأن أنا قارئ نوايا المؤتمر ليست للمصالحة وإنما لمحاولة جذب الآخرين لإدخالهم العملية السياسية، وهذا لن يحصل طبعا، فالنتيجة راح تكون فاشلة. نعم. قلت له أنا رأيي أنه بدل لا جئتوا هنا أو قبل لا تجون، الجامعة العربية تأخذ ثقل الجامعة واسمها، تأخذ ثقل المملكة العربية السعودية والإمارات ومثلا قطر والأردن، زوروهم وقولوا لهم الآتي، احنا مشكلة العراق تزداد صعوبة، وإذا استمرت راح تتأثر دول كثيرة بهذه المشكلة. نعم. وأخطارها كثيرة،
فيا ولايات متحدة يا دار الأمريكية، إحنا ممكن نروح للعراقيين القوى المعارضة التي يمكن أن تؤثر على المسلحين المقاومة، ونطرح لهم شيء معقول، أنتوا باقي قواتكم تقتل والعراق يدمر، نعم، وهذه المقاومة جاءت تزداد مثقل، فالأفق يكون بطرح هذه الدول أنه نطرح على العراقيين القوى المعارضة ما يريدوه، واللي يريدوه هو الآتي: أولا تعلن الإدارة الأمريكية بالتزام دولي جدولة لانسحابها من العراق، نعم. لا نقول خلال أسبوع وشهر، ربما سنة ونص. بالمقابل التزام القوى الوطنية أنه توجه نداء أو اتصالات أو كل حسب طرق إلى المقاومين أن يلتزموا بهدنة طالما تبدأ الانسحاب ومؤكد. اثنين، يكون هناك تغيير في العملية السياسية بالاتجاه اللي يريده العراقيين وليس اللي كتبته أمريكا، وتكون هناك مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية يكتب دستور للعراق ويعود المهجرون ويخرج المعتقلين من سجونهم، ومرحلة انتقالية سنتين أو ثلاثة بعدها تدخل في عملية سياسية فيها جميع الأطراف. فحقيقة تفاجأت أحمد بن حلي، قال أنا كل الكلام سمعته ما أريد، أريد فقط هذا يكتب لي يا أستاذ وليد ينطيني. وفرحنا بهذا الأمر، كانت وياهم بنية سكرتيرة أو شيء، قالها نسقي يا أستاذ وليد، وكتبت فعلا وأرسلت لهم يا علي ميرل. فهذه المرحلة الأولى، طبعا ما جانا شيء من الموضوع. بعدين صار المؤتمر تقرر يعقد يوم 19/20/21/2005 في القاهرة، في الجامعة، مقر الجامعة العربية. نعم. فتفاجأت قبل يمكن 5 أيام أو أسبوع، أيضا خابرني الشيخ حارث الضاري، نعم، قال ممكن نلتقي قبل انعقاد المؤتمر أسبوع تقريبا. نعم. فجلسنا في مكتبه في الجامعة أم القرى مقر الهيئة، فأخبرني قال حصل شيء متوقع، وهو قال إبراهيم الجعفري، دكتور إبراهيم الجعفري كان رئيس وزراء، تدخل لدى الجامعة العربية وألغى دعوة الشيخ جواد الخالص. قلت له هذا طبعا واضح، هذا الشغل يريدون القول بأن المعارضة من طائفة معينة، وهذا مو صحيح، ولأنه المعارضة وطنية وبها كل العناوين، فهم يعني خايفين من هذا الموضوع، وعليه يا شيخ حارث أرجوه كان بالنسبة لي إذا ما يروح شيخ جواد عن مار بهالنص هذا. وشيخ حارث أيضا قال وأنا أيضا لا نذهب إلى المؤتمر. فطلب يتصلون بالسيد عمرو موسى، طلبوا على التليفون يعني خلال دقائق وتكلموا يا شيخ. فالشيخ سمعته سأله قال هذا مؤتمر الجعفري والحكومة لو مؤتمر العراق، فيبدو قال لا مؤتمر العراق، قال له حصل كذا بخصوص شيخ جواد وهو الآن في دمشق، يفترض يسافر من دمشق إلى، فشرح أمور كثيرة ما أعرف شنو بعدين افتهمت. المهم الشيخ حارث أصر أنه لن نذهب إذا لم يشارك شيخ جواد الخالص، وبعدين عمرو موسى قال له خلص يشارك الشيخ جواد. نعم. حقيقة بعدين من رحنا كان يعني اللي يمثلون القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية كان هيئة علماء المسلمين، وكان الشيخ جواد الخالص المدرسة الخالصية، وكان وفد التيار الصدري أيضا. نعم. كانوا معنا في نفس ال كمعارضين. معارضين نعم، وكان يمثلهم السيد سلام المالكي كان وزير نقل في ذلك الوقت، وكنا ننسق. هم مشتركين بالحكومة في ذلك الوقت؟ لم يشتركوا، كانوا غير مشتركين بالحكومة. لم يشتركوا حتى ذلك الوقت. نعم. ما اشتركوا بالعملية السياسية. لكن تقول لي وزير النقل كان
نعم وزير نقل، بس هم اشتركوا في العملية السياسية في انتخابات 15/12/2005. نعم قبلها. قبلها لم يشتركوا. نعم. ما كانوا مشتركين. بس أنا ما أعرف كيف أعطوهم، أو هو وزير نقل ومن التيار الصدري. نعم. بس هو فعلا كان يمثل التيار الصدري، وكنا ننسق المواقف، وكان في الاستراحات يتصل بسيد مقتدى ويعطينا أنه تحدث فيها كذا وكذا وكذا. فصار المسار بهالشكل هذا. نعم. من رحنا القاهرة أيضا. من هي الأطراف الأخرى؟ طيب هذه الأطراف المعارضة، الأطراف الأخرى منهم؟ الأطراف الأخرى كل الحكومة. حكومة. يعني كان جلال الطلباني رحمه الله، وكان رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري، كان كتلة الكتلة البرلمانية أو شيء رأسها السيد المالكي، نوري المالكي، نوري المالكي، وكانوا وفاد معصوم كان موجود، وهادي العامري، وكثيرين كل أطراف الأكراد وكلهم موجودين، بس هم كانوا من الجانب على يمين المنصة وإحنا على يسار المنصة في الجلسة. حصل أيضا قبل يعني قبل يوم من الانعقاد أنه أخبرني الدكتور حارث أنه راح يزورنا عمرو موسى حتى نلتقي وياه بالليل. أجل بالقاهرة كنتوا؟ بالقاهرة بالفندق. نعم. فأجل السويت اللي بيه الشيخ، وأيضا كان أنا وياه وشيخ جواد. نعم. وفي من ضمن الأمور اللي يريدها عمرو موسى طالبين منه أنه ما تكون كلمة الشيخ جواد، جواد خالص ماكو كلمة للشيخ جواد، يعني حتى في الـ في الـ في المؤتمر لا يريدون ظهور كلمة للشيخ جواد. فأصر حارث أنه تكون كلمة. بعدين عمرو موسى راد يعني خليها بيوم ثاني، يبدو من ضغوطات كثيرة عليه أو تتأخر أو كذا أو تكون وقتها أقل. فشيخ حارث قال لهم كلهم راح يتحدثون وإحنا فقط اثنين، يعني الوقت كله لهم راح يكون. فعموما كان موقف شيخ جواد الخالصي ممتاز، أنا تفاجأت حقيقة به. قال أنا عندي رأي، طالما كلمة شيخ حارث وما أريد أقوله متطابق فأنا لا أحتاج إلى كلمة، يعني كلنا نكتفي بكلمة اللي يلقيها الشيخ حارث الضاري. لكن هذا حقق للطرف الآخر ما يريدوه. ولكن يعني رأي عقلاني وموضوعي قال أنا راح أقول نفس الكلام. فكانت الحقيقة في اليوم الثاني الافتتاح، وحضروا وزراء خارجية الدول العربية، وبعد ذلك أنا عرفت بأن السفير الأمريكي في العراق حاضر في المكان، وكونداليسا رايز، والسفير الأمريكي في القاهرة، ومسؤول كبير سعودي ومن بعض الدول العربية. فالكلمة شيخ حارث كانت حقيقة مهمة جدا، بل يمكن أهم ما قيل في المؤتمر. نعم. وهو الطرح الذي اتفقنا عليه، مطالبة بالانسحاب و يعني إطلاق سراح المعتقلين وكتابة دستور آخر وعملية سياسية أخرى وعملية انتقالية. عملية انتقالية في العراق، العراق ممكن ينتقل بها، وهذا السبيل الوحيد فعلا اللي كان حتى يخلص العراق من كل ما صار وما حدث بعد ذلك. يعني وضع الشيخ حارث رحمه الله شروط المصالحة بهذا الإطار. هي مصالحة وإصلاح وتغيير. نعم. حقيقة أنت من تقراها كلها كل شيء يعني، وأهم شيء فيها أنه نحن يعني في مخرجات ولسنا في بمدخلات، هذه عمليتكم السياسية واحتلالكم واللي عملتوه، أنتوا أكثر ناس متأذين في ذلك الوقت، والعراقيين أيضا يلحق بهم أذى كبير، والمنطقة مقبلة على أيضا أمور يعني غامضة ومجهولة بسبب ما يحصل في العراق. فطبعا كان يفترض أنه يكون الالتزام بهذا الموضوع، لم يتم الالتزام بالأمر هذا. يعني وافقوا على هذا الكلام؟ ما كان أمامهم الكلام حقيقة، ما كثير تفاجأوا به، ما كان أمامهم إلا أن يعني لا يوجد شيء في كلمة شيخ حارث
ليس موضوعي وليس قانوني وليس سياسي. نعم. عندما يكون احتلال والاحتلال مرفوض وسبب رفض الاحتلال هذا الدمار والقتل والقتل بين العراقيين أيضا والتشرير، إذن ليس هناك ملامح أنه سينتهي هذا، هناك مقاومة تزداد، هناك احتلال يزداد أيضا قساوة وتعذيب فالحل أنه السبب الأساسي الذي أوصل العراق والعراقيين وحتى أمريكا إلى هذه الدرجة يتعالج كما بدأ من جذوره، هذا كان الحل. نعم. فكانوا الحاضرين حقيقة أيضا وحسب ما سمعت أنا بعدين بعضهم أنه مندهشين من كلمة شيخ حارث، في حين إبراهيم الجعفيري كان رئيس وزراء في الجامعة العربية وبدأ يهاجم مصر والشعب المصري والحضارة المصرية، فكان هذا الاختلاف. طبعا في عام 2007 عقدت جولة ثانية من اللقاءات، 2006 ولا 2007؟ 2006 عفوا. 2006. 2006 ووضعت القوى الوطنية ممثليهم، راحوا ممثلين يعني ما ذهبنا كنا، وضعوا شروط للمرحلة المقبلة نفس يعني بس تكرست بشكل واضح، من ضمنها كان مقرر الآن الدستور والعملية السياسية يعني هاي بعد سنة، فمن بينها إعادة كتابة الدستور. ووافق الطرف الحكومي على هذا، ولكن استلم في ذلك الوقت السيد نور المالكي رئاسة الحكومة ولغى كل هذه الإجراءات. هذا اللي حصل، وافقوا عليها كان. وافقوا على كل الشروط. نعم. بما فيها إعادة كتابة الدستور، تغيير العملية السياسية، إطلاق سراح المعتقلين، يعني كل ما يمكن أن يحل المشكلة العراقية. ربما هذه المحاولة اليتيمة الوحيدة التي قامت بها الجامعة العربية وحتى يعني كل المنظمات، يعني الأمم المتحدة لم تفعل شيئا في هذا الاتجاه وباقي الأطراف لم، ربما هذه المحاولة اليتيمة الوحيدة وكانت يعني أهدافها غير الأهداف اللي يعني حضرتك تحدثت بها. يعني دعنا نتوقف فاصل قصير ونكمل هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، راح نستكمل الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج شاهد وشواهد، وضيفي وضيفكم الأستاذ وليد الزبيدي. أستاذ وليد، كنا قد توقفنا قبل الفاصل نتحدث عن مؤتمر القاهرة. مؤتمر القاهرة ربما ممكن أن نسميه عقد بنسختين أو بجزئين، جزء في عام في شهر 11 عام 2005، والجزء الثاني ربما الدعوة الثانية كانت في عام 2006. و مثل ما تحدثت لي قبل الفاصل يعني كان كل الأطراف وافقت على طروحات الهيئة ووافقت على ما طرحت القوى المناهضة للاحتلال في إعادة الدستور، إعادة العملية السياسية، كل هذا، لكن ما أن خرجوا من الجامعة حتى تخلوا عن كل هذا. وما هو ما هي أسباب التخلي؟ يعني هذا يتعلق بطرفين، طرف حكومي كان نوري المالكي قد يعني تسلم مهام رئاسة الوزراء، وطرف أمريكي محتل العراق. يعني الطرفين ما هي رؤيتهم في رفض كل هذا والتخلي عنه؟ لماذا قاموا به ووافقوا عليه وبالتالي تخلوا عنه؟ في الواقع القراءة في ذلك الوقت تقول بأن كانت مصلحة للسيد نور المالكي بأن يذهب بالعملية السياسية كما هي ويكرس نظام حكم المحاصصة الطائفية في العراق، وهذا تبين لاحقا. نعم. يعني في سلوكيات ممارسات معروفة خلال 8 سنوات من حكمه، يعني من 2006 حتى 2014. والطرف الأمريكي كان قد أجرى مجموعة استشارات منذ عام 2005. لديهم مشكلة كبيرة، كارثة كبيرة، ويريدون يخلصوا منها. نعم. نعم. يعني اتخذوا إجراءات وعملوا استشارات. الإجراءات مثلا في عام 2005 نصف الثاني من 2005 وهي لمعالجة حجم الهجمات اللي تعرض لها قواتهم، البنتاغون
يعني استدعى 120 خبير في كيفية مكافحة أو معالجة العبوات المنصوبة على جوانب الطرق. نعم. التي كانت تفتك بالقوات الأمريكية زراعها المقاومة. وهذه طبعا صرفوا عليها 10 مليار دولار. نعم. هذا معلن يعني قبل إدارة من البنتاغون. هذه المعالجات كانت هو زيادة تصفيح المدرعات. تصفيح الإضافي، وكنا نشاهد المدرعات كيف تظهر بها التصفيح الإضافي. زيادة الاستطلاع الجوي وجلب كاشفات ألغام عملاقة اللي هي تتحسس جدا والتي تظهر كانت أمام القوات الأمريكية على شكل خراطيم فيها. هاي كل يعني كل واحدة منها أسعارها كبيرة جدا، ومناسبة حتى هذه فجروها المقاومين. روبوتات في ذاك الوقت أنزلوها للشارع. نعم. كل شيء. ولكن يعني بعد بداية 2006 اكتشفوا أن هذه الحلول ليست ناجحة. فكان مكلف واحد من الجهات المكلفة بإيجاد الحلول للإدارة الأمريكية معهد راند. هذا أكبر معهد في الولايات المتحدة ممول من قبل سلاح الجو الأمريكي. قبل هذا يمكن كانت لجنة هاملتون أيضا قد بدأت بالتزامن. نعم. يعني للبحث عن قروج من هذا المأزق الكبير. نعم. نعم. بيكر هاملتون وصلت إلى العراق في تموز 2006. نعم. وكانت مشكلة من فريق كبير من أول مرة يشترك الحزبي الجمهوري والديمقراطي في لجنة واحدة، وكان زاروا العراق وصدر صدر نص تقريرهم في شهر 12 2006. نعم. وبيه يعني حقائق مذهلة، يعني من ضمنها أنه قواتهم تتعرض بمعدل 2000 هجوم في اليوم. نعم. وهذا طبعا رقم كبير جدا. فكانوا يبحثون عن حلول، يتجهون نحو القوى المعارضة، يتجهون نحو تأمين حماية المدرعات، تطوير الاستكشاف الجوي، العمل بالوسط السياسي. كل هذا كان يحول نتائجه لمن لمؤسسة أو معهد راند. فتوصل قدم هذا المعهد دراسة موسعة إلى البيت الأبيض تضمنت 5 سيناريوهات. هذه السيناريوهات، الأول أنه الانسحاب السريع للقوات الأمريكية، ولأن القوات الأمريكية تنتشر في مساحات واسعة من العراق. يعني هذه الخيارات التي وضعوها. نعم. فتوصلوا أنه هذا خيار يحمي القوات الأمريكية، ولكن يعني هذه القوات إذا انسحبت بسرعة ستتعرض إلى هجمات حتى من الذين لا يعادون القوات الأمريكية، حتى إذا بقصد النهب. نعم. وتوقعوا أن تحصل كوارث بالجيش الأمريكي في حال حصل الانسحاب السريع، وراح يخلق فوضى في العراق. نعم. العمل الخيار الثاني هو التطوير السريع للأجهزة الأمنية العراقية. وتوصلوا إلى أنه بناءها خطأ، مو صحيح على الأجهزة، وهذا البناء يعني ما بي خبراء حقيقيين ولا مؤسسة ولا بنية، ولهذا مستحيل يمكن أن تبنى هاي المؤسسة وتحل وتضبط الأمن، إضافة لأنه هاي المؤسسة موالية للاحتلال، وبسبب هذا هي تتعرض أيضا لهجمات من قبل بعض الفصائل أو فصائل المقاومة. فكان هذا الخيار أيضا ما ناجح. الخيار الثالث هو زيادة عديد القوات الأمريكية. وجدوا أنه حتى يزيدون يعني حسبوا مساحة العراق ما فيها الصحارى والمناطق الشاسعة، يحتاجون في ذلك الوقت بحدود 1,000,000 جندي إضافي. وهذا مستحيل بالنسبة للولايات المتحدة، لا يمكن يعني للعدد يتوفر والكلفة اللي مترتبة عليه المالية. الخيار الرابع كان
إنجاح العملية السياسية. وتوصلوا إلى أن هذه العملية السياسية مرفوضة وسيئة، يعني بها ثغرات كبيرة يرفضها كثير من العراقيين ولن يقبلوا بها، ولا يمكن إصلاحها بسرعة، بحيث هي التي توفر جهاز أمني وتوفر قبول لدى العراقيين وتحمي العراق. تحتاج وقت طويل. تحتاج وقت طويل. الخيار الخامس أنه الانسيرجنس أو المسلحين المتمردين هم هكذا، أنه ذول من بيئة أغلبها عشائرية وقرى وأرياف، ويستخدمون سلاح بسيط ويدمرون كثير من الدبابات لأنه سلاحهم بدائي، يعني عبوات بدائية، في حين الجيش الأمريكي مصمم لمقاتلة جيش جيوش متطورة. متطورة. هو جيش الاتحاد السوفيتي. فمن صار استخدام الار بي جي البسيط والعبوة البسيطة البدائية، ما جاء يقدر يسيطرون عليها، صعب يعني. ولهذا الحل الحقيقي أنه تخلقون بيئة وقوة مسلحة تقاتل هؤلاء المتمردين أو المسلحين بنفس أسلحتهم ونفس مناطقهم. ومن هنا جاءت فكرة الصحوات التي كان العمل عليها جاري في عام 2006. نعم. الآن بدأت يعني قضية الصحوات، كيف تشكلت هذه الصحوات؟ يعني مثل ما كنا نسمع وقرأنا بيترايوس كان واحد من المشرفين على تشكيلها، القائد الأمريكي، وشكلت يعني من جنس العمل هكذا كانوا يقولون، من نفس المناطق، واستهدفت، كانوا يقولون أنه استهدف القاعدة التي كانت قد دخلت العراق، لكن بالنتائج العملية والفعلية كانت موجهة ضد المقاومة ورجالات المقاومة وفصائلها. كيف تحدثني عن هذه الفترة الصعبة؟ وقبل ذلك يعني ربما يعني دعنا نتحدث عن هذا، سنتحدث عن خروجك من العراق بعد هذا إن شاء الله، لكن قضية الصحوات هذه عندما وصلنا إليها قضية مهمة ويجب أن نعطيها أهميتها. نعم. نعم. طبعا هي ليس من إبداعات بيترايوس موضوع الصحوات. نعم. الصحوات استخدمت في العديد من الدول التي تعرض للاحتلال ضد النوعي. نعم. ولكن يعني مبكر عندما تظهر ظاهرة، يعني أنا رح درست التجارب المشابهة، وجدت أن يعني هاي تجربة الصحوات لا تستمر أكثر من 6.5 إلى 3 سنوات. نعم. بعدين تنهار. لماذا؟ لأنها لا تقوم على مقبولية اجتماعية عند الناس، عموم الناس، ولهذا بعدين الكل نسمع أنه شخص بالصحوات زوجته يعني ما تقبل به، الأخ يرفض أخوه، كل شيء ضد الواقع وضد السياقات الصحيحة. سياقات صحيحة في كل عالم من أكو احتلال تقاتله مو تروح تتعاونه، هذا اللي حصل. فعلى سبيل المثال استخدمت هذه التجربة، وضروري يسمعها الناس يعني أيضا، وأنا قلت مبكر في وقتها وفي أكثر من وسيلة أنه هذه التجارب تخدم المحتل ولن تدوم، وبها خلل اجتماعي وفيها عيب اجتماعي أيضا، وسيلاحق هذا العيب كما لاحق الآخرين. فإذا أخذنا تجربة فيتنام في الستينات بعد اشتدت الهجمات على الأمريكيين، الأمريكيين سووا القرى الاستراتيجية، سموها القرى الاستراتيجية، 16,000 قرية، هذه مسيجة، وتعرف لأنه المقاومين كانوا أكثرهم فلاحين وعمال، فيخرجون إلى العمل ويرجعون، فخلقوا من نفس بيئتهم ناس يوصلوهم إلى العمل يراقبوهم ويرجعوهم، والقرى مسيجة. بعد سنتين بدأوا نفس أبناء يعني هاي الناس بدأوا يخربون السياج. 2.5 سنين فشلت التجربة في 16,000 قرية. في الجزائر جند الاحتلال الفرنسي 200,000 جزائر، ويعني هؤلاء عملوا بينهم ضباط كبار، عملوا ضد المقاومة الجزائرية، وسموا هؤلاء بالحركيون.
ومهمتهم مطاردة المقاومين اللي ضد الاحتلال الفرنسي، وطبعا طاردوا واعتقلوا وقتلوا كثير منهم. نهايتهم على مستويين، من صار التحرير في عام 1962 تحرير الجزائر وهربت القوات الفرنسية وانسحبت، قتل المقاومون بحدود 15,000 من الحركيين، والبقية هربوا إلى فرنسا. في بيان اللي يعلن في استقلال الجزائر ماذا وصفهم الجنرال ديغول؟ قال هؤلاء لعبة، مجرد لعبة التاريخ. هذا جانب. جانب الآخر، هؤلاء عوائلهم طبعا جيل ثالث أحفادهم الآن في فرنسا يعيشون في مناطق معروفة، الفرنسيين سموهم أحفاد الخونة للأسف يعني. وفرنسا رفضت تعطيهم الجنسية، إلا أعتقد قبل سنتين صار نقاش حول القانون يسمح لهم بالجنسية. في فلسطين في عام 1978 تأسست ما يسمى روابط القرى. وأسسها شخص اسمه مصطفى دودين بالتعاون مع شارون، كان وزير دفاع في ذلك الوقت، وها كانت مهمتها تطارد المقاومين أيضا، يعني تشي بهم. وسنتين ونص وأيضا فشلت هذه التجربة. بالعراق طبعا كان أنه هذا تخدمهم أمنيا وتضرب المقاومة، يعني تخدم الاحتلال الأمريكي، ومهما بذلوا من أموال يعني لن تصل إلى حجم الخسائر التي من خلال يعني تدمير المدرعات والهمرات وقتل الجنود. ولهذا بذلوا مبالغ كبيرة ودخلوا بالطريقة المعروفة، أنه كيف كانوا الصحوات يطاردون المقاومين ويعتقلوهم ويعذبوهم، وانتهت أيضا يعني الصحوات من يعني ما أعتقد عمليا ما طولت 3 سنوات أيضا، يعني حتى الحكومة التي كانت تؤيدهم في ذلك الوقت والمالكي تخلوا عنهم، وحتى رواتبهم ما أعطوهم إياه، وكانوا منبوذين حتى في وسطهم. ويبدو أن التجربة يعني من الفيتنامي للجزائري الفلسطيني اللي حضرتك الآن مشكور شرحتها بهذا الشكل طبقت أيضا بالعراق بنفس الأسلوب وفشلت أيضا، لأنها يعني مرفوضة. لكنها في نفس الوقت ألا تعتقد أنه هذه أثرت على المقاومة؟ يعني أكلت من جرف المقاومة الكثير، أكلت من جرف المقاومين الكثير، أضعفت المقاومة بالتأكيد. ولهذا في أحد المقالات يعني كتبتها لاحقا يعني تحدثت عن الجيل الرابع من المقاومة. فكان الجيل العفوي والجيل العسكري والجيل التنظيمي الثالث الأكثر يعني التوسع به، فسميت الجيل الرابع جيل الكتمان، لأنه المقاومة في مناطق عشائرية وكان عندها بسبب عدم التجربة خلل كبير. يعني فلان والله راح يضرب همر أمريكي، سابع جار يعرف، ابن عمه يسولف، فكانوا معروفين، وحتى يعني حتى فصائلهم معروف، فلان بالفصيل الفلاني وفلان بالفصيل الفلاني. فمن صار خرق الصحوات كانوا مكشوفين، فكان يعني قوات أمريكية تنزل على منازل مقاومين يقتلوهم أمام عوائلهم. ويعتقلوهم، والصحوات كانوا يعتقلون. فكان هذا درس يعني مهم جدا، ولهذا بعد تجربة الصحوات كان الكتمان، وأعتقد ظهرت بوادر في مرحلة لاحقة يعني بالعمل في مفاجآت كانت كثيرة سواء للحكومة أو الأمريكان. أستاذ وليد، ما دمنا نتحدث عن عام 2006، وعام 2006 يعني حمل كثير من الأحداث اللي يعني تعد مفصلية في 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 الاحتلال وفي تأثيرات على العراقيين وعلى المقاومة. يعني مثل ما تحدثنا على يعني في عام 2004 كانت المعارك الفلوجة، بعدها المقاومة توسعت، جاء مؤتمر القاهرة، محاولة لملمة، الأمريكان كانوا في مأزق كبير، كانوا يحاولون الخروج، بوش يفكر بإنهاء المعركة وإعلان خسارتهم للمعركة وتأتي الصحوات. أيضا في عام 2006 كان هناك
يعني على المستوى العام كان هناك تفجير مرقدين في سامرة، كان هذا فعل كبير جدا جدا. وأيضا في 2006 كان خروج حضرتك أيضا على المستوى الشخصي، تركك للعراق مجبرا، يعني تركت العراق مجبرا، وكان عملية اختطافك أيضا نتحدث فيها. حدثني أولا عن 2006، في شباط 2006 حدث التفجير هذا، تهمت القاعدة في تفجير المرقدين، لكن فيما بعد ظهر الشيخ حارث وكان العالم يعني يعرفون ذلك. الشيخ حارث في تسجيل واضح كان يتهم إيران بقيام استخبارات الإيرانية بقيام هذا التفجير، وتحدث مع أحد الشخصيات الإيرانية على العلن، قال أنتم من قمتم بهذا التفجير، وكانت الغاية من عند إثارة الفتنة الطائفية. كيف كنت ترى أمر هذا وما زلت ترى أمر هذا التفجير الذي حدث في شباط 2006؟ وبالمناسبة القائد الأمريكي ويليام كيسي لاحقا نعم وهو العارف بالأمور قال الذين فجروا مرقد سامراء هم الإيرانيين. نعم هذا تصريح معلن يعني. نعم هو كما قلت هذه المرحلة والمفصل كان مهم جدا وخطير، فكان يعني أنت عندما تريد أن تشغل المقاومين، وتحدثنا سابقا عن هذا، واحد من إشغالهم أن تثير الفتنة، تثير الفتنة الطائفية والمناطقية. نعم. حتى يتجه عدد كبير من المقاومين على الأقل لحماية مناطقهم. فالذي حصل معروف القصة، يعني أهل سامرة كلهم من بداية يتحدثون بها الساكنين فيها قريبين. نعم. إنه ليلة 22 شباط 2006 ساعة يعني 7 مساء وصلت قوة أمريكية طوقت المنطقة كلها. نعم. منعت الدخول والخروج، وشاهدوا أكو قوة بالداخل، المجاميع ما يعرفون ماذا يعملون. ذولا طلعوا يعني عملوا 12 ساعة ما يعرفون الناس. بالسبعة الصبح خرجوا من ورا نصف ساعة صار التفجير، وكان التفجير واضح انه اللي شافوه انا ما شفته يعني المكان، انه التفجير بطريقة يعني الزرع العبوات او الديناميت بمساحات ومسافات محسوبة، طريقة فنية. حالا تعرف صارت الفوضى، صار حرق مساجد، صار قتل علماء دين، فنقل المجتمع العراقي إلى مرحلة الحرب الأهلية أو الطائفية. وبهذا واحدة من الحلول الأمريكية لمأزقهم هذا، أنه أنت عندك في منطقة أعتقد هكذا يحسبوها، عندك في منطقة فرضا 400 مقاوم، إذا قدرت منهم 300 تخليهم يحامون منطقتهم ولا تهاجمها ميليشيات أو غيرها، أنت خففت من نتيجة عن القوات الأمريكية، يعني حيدت أو لغيت دور 300 مقاوم في كل منطقة أو 200. نعم. وبالفعل هذا الأمر نجح إلى حد ما، يعني شغل كثير من المقاومين بالدفاع عن مناطقهم، وبدون شك صارت هجمات متبادلة بين مجاميع من هذا الطرف ومجاميع من ذاك الطرف. فماذا يخدم حدث مثل هذا النوع ومن الذي يقوم به؟ الذي يقوم من له مصلحة مع أمريكا أن تكرس العمل السياسي في العراق، واستفادت إيران لدرجة الهيمنة على العراق. نعم. فإذا كان الذي عمل وقالوا في وقتها أنه مغاوير داخلية واستخبارات داخلية بالتعاون مع الأمريكان، إذا هم فهذا بالتعاون مع الأمريكان والإيرانيين. نعم. وإذا كان الأمريكان فالأمريكان ارتكبوا جريمة بحق مرقد وبحق أيضا العراقيين كلهم، وكما تعرف حضرتك وعرف الجميع كانت تداعياته خطيرة هذا الحادث. نعم. تداعياته خطيرة على المجتمع العراقي، أيضا على إثارة مزيد من الأعراض والحساسيات وحتى حوادث الاختطاف المتبادل والقتل فكان حدث ليس بالسهل طبعا. وفي ذلك الوقت كان العمل يجري للمرحلة الأولى
عزل المقاومين ومناطقهم. المرحلة الخطة الثانية التي أعتقد لا يعلم أحد بها أنه تخلق ثغرات وأعداء من نفس المناطق من نفس البيئة. هذا ضد النوعي. نعم هذا هو ضد النوعي. فكان التسلسل ناجح وكان حقيقة يعني عمل خبيث ومتقن يعني ليس بالسهل، وهذا مو صعب على دولة مثل أمريكا عندها أذرع عندها مؤسسات. ربما من تداعيات تلك الأحداث أستاذ وليد يعني كانت في عام 2006 النسخة الثانية من الهجرة العراقية. إذا كانت الهجرة العراقية المهاجرين يعني الهجرة العراقية بدأت مع الاحتلال 2003 خرج كثير من في عام 2006 بدأت الوجبة الثانية من المهاجرين العراقيين خرجوا إلى يعني غالبية من خرج من 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 كفاءات من قدرات من مهندسين أطباء كانت في عام 2006 استهدفتهم الطائفية استهدفهم القطف القتل وحضرتك واحد من هذه الملايين. نعم وكلنا ربما في هذا عام 2006 كنا يعني عرضة لهذا الموضوع وكانت يعني الأوضاع خطيرة جدا جدا والأوقات صعبة وعصابات تخطف ميليشيات تتحرك بشكل واضح بحماية أمريكية مظلات غريبة عجيبة الجثث في الشوارع في ذلك في تلك الأيام وصلت عدد الجثث إلى 300 جثة وأكثر في الشارع يوميا جثث ترمى في المزابل قضية كانت خطرة. ربما هذه الهجرة أيضا كانت جزء من هذا التصور أو هذه الحلول التي وضعت للإدارة الأمريكية أن تهجر هؤلاء وبالتالي إفراغ البلد من قدراته وإثارة الرعب. دكتور تعرف يعني إثارة الرعب يحقق أهداف كثيرة لأصحاب مثل هذا المشروع. نعم يعني وكيف تحصل الهجرة بيت بي خمس شباب إذا أمهم خايفة انخطف واحد أو راح واحد أو انقتل واحد ظل خايفة على أربعة الباقين أو ثلاثة أو اثنين فتبدأ يعني إذا مو ترغم هم ظلت يعني شلون تحكي وياهم تضغط عليهم والأب كذلك حتى التخلص من خطر يعني. نعم. من بين ذول الشباب الأربعة يجوز واحد مقاوم يجوز اثنين مؤيدين للمقاومة. نعم. فخلصوا منهم بهذه الطريقة. نعم. ولكن بالمناسبة يعتقد الكثيرون أن الهجرة كانت سنية في تلك الفترة وأنا رصدت هذا الموضوع الحقيقي كانت سنية شيعية في غالبيتها سنية وحتى شيعية كثيرة. نعم. وهناك من يقول أو يردد أو حاول أن يثقف على أنه شيعة العراق تابعين لإيران في ذلك الوقت كان الطريق إلى إيران آمن. نعم. في السفر والطريق الذي يمر عبر الأنبار وبعدين يتفرع إلى سوريا والأردن في غاية الخطورة. نعم. ولم يذهب الشيعة هجرة إلى إيران ذهبوا إلى سوريا والأردن التي كان هذا الطريق خطر جدا خاصة الأمريكان وأنا لمسؤوليتي دربوا فرق في تلك المناطق يعتقلون الناس ويسألوهم إذا هذا شيعي يقتلوه. طبعا هذه هدفين الهدف الأساسي تشويه سمعة المقاومة ووضعوا فرق من نفس التدريب في منطقة الطارمية لأنه بعدها منطقتين أيضا سكن شيعية في بلد ودجيل وهذا تمارس نفس الشيء والقوات الأمريكية تحميها قريبة عليها. فكان هذا كله ضمن برنامج حقيقة يعني برنامج دقيق وواضح. المهم أن يخرب البنية الاجتماعية أن يفرغ البلد من كفاءاته من ناسه وهذا الذي حصل للأسف. وكيف خرجت أنت حضرتك وتركت العراق؟ حقيقة في عام 2006 ساءت الأمور جدا وأذكر في شهر الثالث حصل انفجار في فندق جبل لبنان أو شيء بغداد كان مجاور لمكتب الجزيرة. نعم. وكنت بال يعني مستضيفيني والواقع واضح يعني فمن خلصت استضافتي التقى وياي كان وزير داخلية مسؤول بالداخلية هو سلم علي فسألته قلت له جاي يزداد الاختطاف
قال لي هذا من الاختطاف من الشوارع، بعد شهر شهرين راح يجون يختطفون من البيوت. يعني هذا وكيل وزير الداخلية. نعم. فكان يعني احنا كنا ننتظر نهاية الامتحانات، فكانوا البنات والولد المدرسة جيراننا. نعم. فلازم أنا أوديهم وأرجعهم، وما مأمن أيضا باب المدارس. نعم. فكان هو نفس ما تحدثت به عن العوائل اللي تخاف. حقيقة كنت أخاف على عائلتي. كثير من العوائل يعني منعوا أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة في المدارس في ذلك الوقت، الجامعات. نعم. كان بغداد ساعة بالأربع العصر موحشة يعني. نعم. يعني هذا الواقع. فما عاد يعني لو كنت بوحدي يعني ما أخرج إطلاقا، ولكن الأمر أصبح أكبر، يعني أصبح موضوع عائلة وأطفال. نعم. هذا اللي حصل. تم اختطافك؟ لا، الاختطاف سبق الاختطاف سبق القبض. النتيجة يعني كانت هذه. لا، هو الاختطاف يعني كان ضمن ما يعني آلاف اللي اختطفوا. أما الاختطاف حصل يوم 27/3/2006. نعم، قبل هذا بي. نعم. نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وليد، يعني تعبناك في هذه الحلقة، نستكمل حديثنا في حلقة أخرى إن شاء الله. وقت هذه الحلقة قد انتهى. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله لنستكمل حديثنا مع الأستاذ وليد الزبيدي. لذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.